الأمطار التي شهدتها بلادنا ساهمت في تحسن المخزون المائي بسدود ولاية جندوبة، حيث ارتفع المخزون في سد بوهرتما من 17 مليون متر مكعب إلى أكثر من 40 مليون متر مكعب، وبسد بن متير إلى 18 مليون متر مكعب بعد أن وصل إلى مستوى 7 ملايين متر مكعب في شهر سبتمبر الفارط. هذه كانت لها التأثير الإيجابي على مستوى مختلف الموسم الفلاحي، خاصة من جات في وقت الموسم الفلاحي من الحبوب، الأعلاف، الزراعات الصناعية، الأشجار المثمرة، وتحسن الغطاء الغابي كذلك، وكذلك المراعي في الجهة. هذه الأمطار تعد مؤشرا إيجابيا للموسم الفلاحي ولتغذية المائدة المائية، خاصة بعد صعوبات المناخية التي عرفتها بلادنا وما رافقها من انحباس في الأمطار. زاد كنا في وضعية حرجة، السدود بتاعنا كانت في وضعيات معناها سجلنا فيها معناها مخزون ضعيف، بفضل الأمطار الأخيرة هناك تحسن كبير على مستوى الإيرادات. ومع التوقعات بتواصل الأمطار، اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة قرارا بإيقاف الدروس في مختلف المؤسسات التربوية بالجهة مساء اليوم، داعية المواطنين إلى ملازمة الحذر عند عبور الأودية ومجاري المياه. بالنسبة للجنة الوطنية اتخذت قرار انقطاع جميع الدروس بكامل المؤسسات التربوية من مدارس ومعاهد ابتدائية. نحاول أنه نأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل وعدم المجازفة أثناء التنقل بسيارات نتاعهم، وإلا زاد كيف على ساقين، خاصة ما تم تسجيل ركود كمية كبيرة من الأمطار ببعض الأنهج وببعض الطرقات، بالتالي نأخذ الحذر نتاعنا. بالنسبة للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث هي في حالة انعقاد دائم منذ مساء يوم الخميس ومتابعة للوضع الجوي، وجميع الوسائل نتاعنا قاعدة تدخل. تحسن في المخزون المائي بسدود ولاية جندوبة ودعوات إلى الحيطة والحذر من ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق الجهة.